آخر سوره های اخلاص، فلق، ناس و حمد و آیات اول تا پنجم و آیات 285 تا آخر سوره بقره با صدای استاد عبدالباسط است که به دنبال درخواست جمع کثیری از عزیزان شنونده پخش می شود. مدت این تلاوت 41 دقیقه است. Thank you.
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قلوبكما وإن تظاهرا
Oh,
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار مع الساخرين وضرب الله مثلا للذين فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الذي يوسوس
Thank you.